الجعطات والبصلة مخلطة مرقنة. كنديرها بوزكري النقلة أو شاطو شي حبات وما ينوضو ناضو تما راه باقي عمدة قال لي زقلوها ناض مزيانة تبقى حدا الدار. ها مزيان المكان أصدقائي الرياضي، أصدقاء الأوفياء البرامج الرياضية على أمواج الإذاعة الوطنية. اليوم الأحد الرياضي من الآن وإلى غاية الساعة 7 مساء يوم برنامج مكثف مليء بالمباريات، المجموعة الأولى والدورة 27 جميع المباريات الرابعة والنصف ومباريات الدورة 28 في المجموعة الوطنية الثانية جميع المباريات. حلويات الياسمين الساعة الرابعة الدورات الأخيرة تعرف تنافسا وإثارة كبيرين. المتتبع الرياضي يتابع مدى ستفرزه نتائج المباريات التي ستقام في نهاية كل أسبوع، ولكن الملاحظ أن لجنة برمجة بالعصبة الاحترافية برمجت المباريات ديال المجموعة الأولى والمجموعة الوطنية الثانية اليوم، معنا 16 مباراة اليوم عن المجموعتين، في الوقت اللي بالأمس يوم السبت لم تبرمج أي مباراة، وعادة مباريات